فرحك. يا ابو رضا، قلبي عندك يا ابو رضا. لا طبعا ما ينفعش، وانت لازم ترجع بيتك. ارجع فين بس يا ابني؟ انت مش شفت اللي حصل؟ اه شفت، واهل الحاره كلهم مش عاجبهم اللي حصل، عشان كده انت لازم ترجع بيتك. معلش لما ينفع هرجع. لا احنا كده لازم نقعد لوحدينا. ماشي، سلام. انا قلت لتيتا من جدي والسيارة ان هي مش عاوز تشوفك. بس يا جابر، ستك كانت هتموت عليكي. خدي كلي. اظن ان انت في حاجات كتير قوي قلت لي ان انت هتحكيها لي قبل الاكل. قلت لك قبل ما تنامي هحكي لك، بس كل الاول انت من ساعه ما سبت البيت انا ما حطيتش لقمه في بطني. ومين البنت اللي موجوده جوه دي؟ هقول لك بس بعدين. يلا كلي. في تربة كبيرة ولا ايه؟ تربة بس منفذة على الجنة. احنا ماشيين صح. طب تمام. طب يعني انا عندي سؤال، يعني هو التركة دي يعني هتتقسم ازاي؟ تركة ايه وتقسيم ايه؟ مش لما ليها الاول، ما تفقرش، اهدى. يلا زي ما كريمة قالت، لازم تبيع لنعيم. وراس ابويا اللي قاعد ده لو عملها لكن قتله في وسط الحارة علشان خلص الناس من شره. لو كان هو ده الحل انا كنت عملته من زمان. امال ايه الحل يعني؟ نبيع له واحد ورا التاني؟ اه ما تتكلم يا عم انت. سلطان عندها حق. اسمع يا رضا، انت وابوك نعيم مش عايز المحلات، عايز اللي تحت المحلات. هو عنده معلومة بتقول له ان تحت الارض في اثار وذهب. هو بقى عمل فينا كل ده عشان عايز يوصل لغرضه. فاحنا بقى نبيع له واحد ورا التاني علشان نساعده ان هو يوصله. اديك بتفهم اهو. طب فهموني انتوا في دماغكم ايه؟ نحطه تحت عينينا لحد ما يوصل لغرضه وبعدين ناخد كل حاجه منه. هوافق بس بشرط. ايه هو؟ اخد حق من خزاع الاول. لو قلت لك سيب لي الطلعه دي، كنت بتقول ان ابوك الله يرحمه راجل جدع وشهم، ما بيحبش المسخرة ولا الحل المايل اللي كانت الست الوالدة الله يرحمها بتعمله. واضح بقى ان اختك مش جايباها من بره. بص يا استاذ نعيم، احنا سايبين لك في الفيلا هدية، روح شوفها دلوقتي حالا، وصدقني روح لوحدك احسن. أنا عملت كل ده عشانك أنت يا صدرة، عشانك أنت بس.
بس برضه مش مسامح نفسي على كل اللي بيحصل. ليه يا خزاع؟ ما انت قلت ما بتحبش ابو رضا وعيلته. مهما ما كنتش بحبه، اللي حصل لهم ده ما ينفعش. انا مش فاهماك. ولا انا فاهمكم. انا مش عارف انتوا بتعملوا كل ده ليه. هو انت مش قلت لي انا مش هسالك تاني؟ ماشي يا سيدرا، غصب عني انت خدتيني، خدتيني في دوامه كبيره عليا، بقيتش دريان بالدنيا ولا عارف انا بعمل ايه ورايح فين. انا مش عارف انا ايه من ساعه اللي عملته في رضا واهله، وانا ما بنامش. دول مهما كان اهلي وجيراني وصاحبي، واللي حصل لهم ده ما يرضنيش. وانت كان يرضيك اللي عايزين يعملوه في اخويا نعيم؟ استاذ نعيم، ما تفهمنيش غلط يا بيه، انا رقبتي قدامك يا استاذ نعيم، خد حقك. كده كده يا بيه كنت عايز افتحك، يعني كنت عايز اطلب منك ايد الاستاذه صدرة. توعدني يا بيه انك هتجوزاني، عليا النعمه اللي اشيلها في عينيا الاتنين. انا عايز منك رد نعيم بيه دلوقتي. انا عملت عشانكم كتير، مش دلوقتي وهرد عليك. يا شبيه انت ازاي زبالك كده؟ ازاي؟ زبالة بسبب من ساعة ما استغلتنا انا واخوك عشان تمشي مصالحك، جاي دلوقتي تمشي صح؟ كل ده عشانكو. جيت وتعبت واتمرمط عشانكو. بس انتوا قاعدين بتنسوا كل حاجه. كنت عايز اعمل منكم ناس محترمه، مفيش فايده. انت كذاب يا نعيم، كذاب. انت كل اللي عملته عشان نفسك وبس، عشان ما حدش طايق يبص في وشك. عارف ليه؟ عشان انت غدار، غدار. لا مش الدرجة دي. ايه ده يا سلطان؟ هسيبهم يخلصوا عليه. موضوع حمدي، ما هو ياما عمل في الناس. عرفت رأيك يا نعيم.